على موزيك فم. حنين برشا انه بحثنا في الاستوديو زوز من اجمل عرايس تونس, وان شاء الله يا ربي يبارك لهم وان شاء الله يا ربي ديما فرحانين. فقلت لكم المفاجأة, زوز نجوم من نجوم تونس, نجم من نجوم المنتخب الوطني التونسي, نجمة من نجوم الإعلام في تونس, تحب ولا تكره هاي من بعد قولي لي أنا مانيش نجمة. حمدي الحربيوي يحضر معنا, مرحبا يا حمدي. مرحبا يا حمدي, مرحبا مريم صديق, مرحبا مريومة, مرحبا مرحبا, ان شاء الله يا ربي يبارك لكم. بدو بالتمام انت هاد 30 كما معناتها نحن جينا باش نعطيو انفيتاسيون. محلاك ساعه محلاها هي هكا ساعه هي بنيت هكا كراوس لا ما غير ما اون بلوس معناتها قالت لي عجبتهم الفازه نتاع اللي باش يخطب احلام هذاك نتاع والله ضربه على الانترنت على الاخر تو هبطوا عليها ارتيكل شو اسمها ديلي ديلي نيوز, ديلي نيوز هاي ديلي نيوز هاي تنيجي عند واش بلو بيه فهمش الفلاحة أحلامة ومن وشو أي شكرا 8000 جيم 29 ألف مليون فيو أصلا كل موافقين يلا إن شاء الله مبروك لكم زوز. فرحانين برشا أنكم موجودين بحذانا. حمدي كان موجود مع طرح المنتخب الوطني التونسي الأخراني ضد مصر, هبط لعب في الأخر بعد غياب تعامين كيك يذولي عامين فما عام رجعت عامني ولدي شنو؟ أنا ممكن ما نتذكرش ما نتذكر من عام معناتها ولا أكثر أي عام بريسك فما عام فما عام باهي ما كنتي علاش تبربش في لا 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 خويا ما جبتهاش نتعدى صح ماناش نحكي اليوم نحكي على ساعة سعيدة نحن صحيت نحكي على العرس على تحضيرات العرس تحضيرات للعرس والعادات والتقاليد. كل مرة نسألكم سؤال قولي شكون معاه وشكون ضد, معاه ولا ضد عرس في سبع أيام وسبع ليالي؟ ضد 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 زوز ضد ممتاز باهي. معاه ولا ضد حمام العروسة؟ كنت ضد وليت معه. كنت ضد وليت معه. شو اللي خليك تبدل رأيك؟ صاحبتي. صاحبتك به وانتي ما عندي حتى دخل خطيط لا تنجم على فما حمام العروس بيمشي مع أصحابه الحمام ايه لك انا حمام العروس انت معه وش طرحت سؤال امين سألت سؤال على اساس عروس معه ولا ضد الرشق في الحنة يرشقوا فلوس معه؟ ما عندي حتى دخل ولا حكاية. لا لا معه ولا ضد انت؟ ما نعرفش خاطر يعطيو فما اللي يعطيو فلوس في لا يرشقوا يا خويا يزيدوا فلوس حتى في بارك الله فيك اللي حاب يعطي بيسيرش هو برا فما اون اورن يعملوها هوني ما فماش لا فما اورن فما اورن كلاسترو معناتها يعملوه اي فوالا في تونس يعملوه يضحك على اورن كلاسترو زوز انا معاه معاه وضد مع بعضهم الزوز معناتها اللي اعطاه مرحبا ما انت ما تقولهمش باهي. سؤال الحمدي معاه ولا ضد حمدي سواغي دونتيرمون دو في دو جون في ضد قول ضد ولا معاه؟ ضد عرفت السهريه ولا ساعه انت يعني اونتيرمون دو في جون غارسون لا في في مش غارسون لا في لا في لا علاش ليه علاش ليه علاش ليه شانو ميام ما عرفش هو كل الرجال يودعوا العزوبيه باه وانت معاه ولا ضد اونتيرمون دو في دو جون غارسون بالعكس معاه شو هي علاش هي قالت لك اي وانت ليه حمدي عليه طار حد غير اكثر ما ما وين جمعيتك شو لون غير كاويز حمرا وصفرا احمر واصفر ابيض اللي مفهمش اكحل بون انا تنجم صياغه كحل بترول الذهب الاسود بترول لا براس ماكش تجيب لها صياغه في العرس بيان سور بيان سور واحد ماشي العرس الزبانه نتاع الزبانه نتاع بترول فما ماما مش ثلاثه مش ثلاثه قد ايه صياغه ما بيضه صفرا ولا بيضه عش ربي المهم فايده في هناك الفازات اللي تقال حمرا وصفرا حمرا وصفرا هاي ودخلها بفلام باه عرس في سارة ولا تصديرة؟ شو معناتها؟ ما تعرس في سارة سامحني عرس في سارة يجب يكون تصديرة عرس في سارة وتصديرة ولا بلدية وريسبسيون؟ لهذا لهذا عرس في سارة ما غير تصديرة عرس في سارة ما غير تصديرة معناتها ما كنش تتصدر وصول لا بدأوا يدوروا مع ليزانفيتي عز حاجة والله معناتها ريسبسيون طيارة على الأخر جون معناتها باه ماشي شنو يطلي عادي باش تطلع كيف خاطر ريسبسيون معناتها وقت حتى يجي ماشي ماشي جيبوا بوندرول ماشي ماكش تقعد واقف راك شنو تقعد لا قاعد لا واقف كيما بين الوفضة شمبرير بين الوفضة لا قاعد لا واقف نجيبوا بوندرول معانا نبداو لا 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 شعارات باه العرس هذايا يحضروا فيه حمدي صغار ولا هذا دار عم على عركة الصغار لا يحضروا صغار ولا احنا استدنا الناس حكينا مع الناس كل معناتها اللي عنده صغير بتبيعه مش يقولوا له ما جيبش صغيرك
في كل عرس ما تبش يقعد حتى المخر دونك بتحطوا على سلامة الأطفال باش نعرفوا معناتها نخصوا لهم يرقدوا ولا سباس باش نخصوا لهم كريش في الانفيتاسيون اكتب الصغار وجنتهم ديارهم والله كيما عملوا في العرس جنتهم ديارهم ما خيرش جايب هذا الواجب انا عملت حاجة أخرى باغ كونتر في الانفيتاسيون جيب طيور الجنة تقراها من بعد كتبت ميرسي دو فينيغ الوغ اي في الوقت معناتها مش معنى اي طيارة مشكلة كان عملتها انا ما جاني حد مع ولا ضد تقطيع وتريش معناتها في العروسات ضد ضد هذه مين راي عادم تجمش نحيانا التوانسة عندك تقطيع وتريش ولازم ينسي واحد في العرس هذو تجمش تبدلها معناتها تعال شوف هذيك اش لابسة ونورمال جات بنت خال توانسة في دم فما شكون يجي بالذمة للتقطيع وتريش احلام احلام شوف لا لا انتوا ايه تدوق قاعدين وحدكم معناتها عبيدك يغزلكم كنتم واحد هو يقول لك مثلا نورمال بنت خالتك لابسه كي نورمال بنت خالتك نورمال انت نورمال هكا ثم حاجه لاحظتها مين وبعد عشتها ذكر كي تمشي ديما العرس تلقى العروس والعروس يحكيو ساعات يبلطوا راه ماهمش يحكيو يتلفوا زعما زعما مش انت عملت هكاكا وسيم انا لما كنت كل عرسات كل انت كيفاش عملت مين هكاكا انت تصدرت مين لا 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 انا ضد عملت ريسبشن سنتر هو هرش من سيغا تيت واحده بيضه بيضه بيان سور انا اخذ حقها انا رسمي معناتها الاخرين بعد يجوا بعد كل شيء فنانين بس انت مرشود عليك حتى فنان حتى حد جاب واحد شاعر جاب شاعر شاعر امين ولا انت يا حب شاعر قرا الشعر احنا ناس اين نقرا الشعر عليه معناتها شفت ذاك اللي متوزر جبته يفطر هذاك حبك حبانه كبيره وشنو حبينا مازال مازال مش هكاك مازال حي هذاك زوز داير ما تدوز زوز متصدم معناتها يدوروا كواف في وسط العرس ويدخل نورمال تو امك ما تحبش تصور مع امي وكفزت هذوك ما تعرفش تمشي كيك في ستيل هذاك باش تعمل ولا لا جمله حمدي هي مبرجه انا وفيت انا ماهوش عرسي راه هو عرسي امين الله حاضر حاضر انت المنظمه نتاعها معناتها انتم لي زانفيتي تحسوا روحكم معناتك لي زانفيتي باهي سؤال طاير المريم مريم هل انت تمكنت من ترويض حمدي ولا هو طلع مهاجم قناص هذا سؤال المسؤول معناتها السؤال هذا يفهموا كما هو معناتها ما غير تفهمش في الكورة ما تفهمش في الكورة باهي خلينا نسأل اللي هو هل انت مهاجم قناص ولا هي تمكنت من ترويض حمدي؟ انا مهاجم قناص هيلا هيلا ما فهمت ولا ما فهمتش فهمت تو فهمت باهي ما تنجم تجاوب هو قال لك انا مهاجم قناص هو مهاجم قناص وانت شنو رايك ميقر؟ انا الحب ما يشاورش واحد الإجابة الله الله اون برانسيب تعدى بيوب تو والله لا مزيان مزيان عن بيوب هذا تو سيرين تاع اسئله لمريم باش نعرفوك بالعرس هل تعلم يا مريم انه العرس راك باش تغسل فيه المعون بيديك لا عندي لابسه كان... كان لا لا كوم يزم معون تجرب لي دير الحمد لله فما معون لا لابسه عندها لابسه لابسه به هل تعلم والا لا انك باش تمسح وتسيق عندي فم دو ميناج يا حمدي خذ موقف خذ موقف حمدي خذ موقف انا حاجتي بها في الكوجين في الكوجين كيبي اسمها في الكوجين انا خدمتي الكوجينه كهو هل تعلم انا جوستومون انك باش تدخل الكوجينه وتشمر اذرعاتك وتصنف انا جادور سا جادور بس جادور مشي مشي معلو شهر حتى معلوش لادور جادور هو جادور بكله دونك لا نحب تطيب انا تحب تطيب دونك شو طيب ماشي اه لا هيدا بالفرنش اليوم ما نجمش نعمل لك ناكل حاجه سبورتيف 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 دونك ما فهمتش ماكله ماكله سبورتيف باش تغسل الدواره وتحضر العصبان هل تعلم ولا لا؟ احنا بريسينغ مش مشكله بريسينغ مش تمام اعلم اعلم هل تعلم دونك شو تقدهم كمان في العيد؟ انا نقدهم في دارنا بطبيعتي والله حبيت صدق كمان ماذا يصعب صدق باه هل تعلم والا لانك تبدل كوش وترضع صغيره نهار اخر ما عنديش مشكله نورمال عادي جدا باه توا الحمدي ننتقلوا الى حمدي جاك المرج خويا توا ربي معاك مش نفس الاسئله اي لا هل تعلم والا لا هل تعلم والا لا انك مش تنقص من السهريات هل تعلم انه ما يسهرش هذا يا جميله منك جاوبتك بسؤال جميله منك هذا هل تعلم انك باش تولي كي تعدى طفله قدامك ما عادش توصلها راس النهج هل تعلم ان احنا زوج نغزروا للطفله نوصلوها راس النهج سيبيان والله هي هكا تفهم علي البوا هذا من الاول عزمه والله خير من الواحد يوصل وحده والله خير معناتها وظلم خوفه بالرسمي والله معناتها نتفاهموا فيها هذه والله فكره كان مادام تسمع ما تعرفش نشيعوا ببعضنا كيفاه
وانت موافق ولا ما تعاد طفلت ولا شيحه انت والله خير خاطر واحد يتعب وحده هو شيحه خدش منه ساعات والله ساعات يمي قال يا خمسكم والله ساعات ساعات واحد يشيحه ودوز يشيحه ويجي عبد ياخذ مرحبا على هذيك اكيد يحرقها الكلام مرحبا بالعرسان مرحبا بالعرسان نداء مرحبا بعلوش صباح باه خلينا نكملوا خويا هل تعلم الا لا انك باش تولي تخرج البوبيل كل يوم مستانس مستني ديجا واحد ومعناتها هي خرج انا عندي جهاز بينه بابا نويل نركب له مستشفى بوبيل خارج وحتى ما مش بوبيل لازم تطيش حاجه هل تعلم الا لا انك باش تولي الدخله والخرجه بحسابها والتليفون ما عادش يتسكر وي تعلم وتعلم زاد اني اي برش مشكله في الريزو في التليفونات تخيل لك انت سكرت التليفون هل تعلم ولا لا انه الاوبيراتور باش تتعامل معاه في تونس ولا في الخارج اه وي ميزم ديما الريزو نتاعو موجود فماش قصه هذا هل تعلم هذا هل تعلم توا شنو حربي يتفلم عليهم سلام بالضيوف لا مش قال يعلم باش يبكي بعد تفضل يا خويا نحب زغريتها احلام على العرايس نتاعنا احلام تاع زغرت ان شاء الله الف مبروك نحب تصفيتك الف مبروك العقبه الحلومه مع الفلاح العقبه الحلومه يا مالوش حرام عليك اكتبوا لها بسمه الحصان عملوا لي بكري عميل مش نورمال لازم نتكلم لا 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 خلينا فيك افونس معناتها بطل سيء ما عادش في بالك المهر لا لا بعناها قبل لا تسمع عليك خسر سعيد اسمع تولي تعمل ورقه تيرسي تلقى احلام احلام صار كارونتنا اسمع سيبوها هاي سيبوها هاي ابو حميد وفي ولا سي بون سي بون باه ما تحبش تهدي لها اغنيه هكا بصوتك حاجه معاش بصوتي انا يفو ميو دي نعرف لا لا في الحقيقه صوته حلو راه استنى شلون هل تعلم انه يغني هل تعلم انه صوته حلو اما مع الموسيقى نحط له تابي نحط لك تابي اي حاجه شويه موسيقى يغني بلوندي ولا حمدي مغروم شرز نافور شرز نافور اعطينا حمدي مغروم شرز نافور حط له سمير الروسي حمدي مغروم نتعرف يا حمدي مغروم بس نبول بعلوش أنا نعرف غير بارك ما نحبش نحكي تابع حرس وكذا مش بقى حطنا شكلنا جولام أموغير جولام أموغير هاي يا سيدي جولام أموغير به وانتي مريومة شي تحب تهديره نفس الأغنية نفس الأغنية جولام أموغير سيدي تعرفش معناتها بعلوش معناتها قلبي حشيشه يا قلبي حشيشه بيتها بقرا قلبي مخدع عليه وتعذب على هذه الحام نشكركم على الجايه الحلوه برشا وخطفتكم خطفين ديجا لونتين ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله بكره باش نكونوا حاضرين في العرس حول الله ان شاء الله تذكرنا في الثلاث درجة تذكر بينات عدات لازم تحب نسمع ويسمع وتونس كل نقولوا لهم نرمال قولوا مستدعين ها 30 جوان بحول الله فعلا ها 30 جوان ليش الذين لا مريوم اليوم جينا شو هذا اليوم تلمينا بحر سعيد قصبة المدينة مرة أخرى تحية لكم خليكم تسمعوا الأغنية اللي اخترتها جولام أموغير من عند فرانسيس كابريل شوية خرجين شلة تمية